السلام عليكم على قناة الهندسة المدنية في الجزائر، ومرحبا بكم في فيديو جديد في حلقة جديدة سأكمل فيها ما بدأته في الحلقة السابقة، وهو سلسلة تعلم برنامج بلاكسيس ثلاثي الأبعاد. سنذهب الآن إلى المرحلة التالية، انتهينا من السويل، الآن ستركتور. هنا سندخل العناصر الخاصة بالهيكل أو العنصر المراد دراسته. نفترض أننا مثلا لدينا قاعدة، أو لدينا مثلا فونداسيو أو رفت أبعادها مثلا 10 متر على 10 متر مثلا، أو 10 متر على 15 متر، لا يهم. سنذهب إلى وضع الأبعاد الخاصة ب الرفت أو الفونداسيون. نذهب إلى Create Surface. هنا لدينا كما تشاهدون 0 10 5، يعني الإحداثيات بالنسبة إلى X Y و Z. بالنسبة إلى Z 0، سنضع هنا في الوسط، سنرسم مربع في البداية، ثم بعد ذلك هذا فقط، ثم سنغير الإحداثيات. هكذا ضغطتين، وبعد ذلك يمكنكم التغيير. إذن هذه هي العناصر أو النقاط الإحداثيات قمنا بتعديلها هنا. سنضغط على أوكي بعد تعديلها. هنا بالنسبة لهذه النقطة فقط 15 5، هنا 16 5، إذا هذه 16. هنا سنضع 16 5 فقط. إذا هنا كنا قد أو هنا وضعنا كل الإحداثيات كما تشاهدون. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية أو النقطة التالية، وهي معرفة عمق المبنى الخاص بنا أو عمق الأساس. كم حفرنا لوضع الأساس؟ نفترض في هذه الحالة، نفترض أننا نزلنا مثلا 3 أمتار. نضغط هنا ونضغط أبليكي، ذهبنا إلى إكسترود، ثم نزلنا 3 متر كما تشاهدون. الآن بعدما نزلنا 3 متر كما تشاهدون هنا، سنذهب ونعرف هذه العناصر. أولا سنضغط هنا في الأعلى، نضغط ديليت، يعني لا نحتاج السرفس الموجودة في الأعلى كما تشاهدون هكذا. الآن سنضغط بهذه الضغطة زر الفأرة الأيمن، نضغط على Decompose into Surface، وكما تشاهدون كل واحدة وحدها. الآن سنضغط في الأعلى ونضغط على Delete كما تشاهدون، Delete مرتين كما تشاهدون. العنصر الآن فارغ، يعني لدينا هنا الحفرة الخاصة بنا كما تشاهدون، الإكسكافيشن التي عملناها بهذا الشكل. الآن يجب أن نعرف العناصر الموجودة هنا. هنا في الأسفل سنضغط مرة أخرى بزر الفأرة الأيمن، ثم نضغط Create Plate هكذا، Create Plate. جيد. الآن هذه سنفترض أنها جدران استيناد عمقها 3 متر. سنضغط على كنترول في لوحة المفاتيح، نعرفها كما هي، نضغط بضغطة ضغطة بزر الفأرة الأيمن، ثم نضغط كومبين لكي نقوم بإعادة دمجها. الآن بمجرد نضغط في جدار واحد ستتحدد كل الجدران. الآن سنضغط هنا، ثم بعد ذلك يجب أن نعرف الجدران ونعرف
البليت أو الرفت أو الفونديشن الخاص بنا. هنا نضغط أعتذر، نضغط هنا بزر الأيمن، نذهب إلى بليت، ثم نذهب إلى سيت ماتيريال، ثم لدينا باسمنت وول أو باسمنت فلور. نختار باسمنت فلور، يعني كأنه عرفنا هذا العنصر، عرفناه ببصمنت فلور. كما قلت لكم، أنتم إذا أردتم أن تحددوا أو لديكم الباراميترز خاصة بالرفت الخاص بكم، فيكفيكم أن تذهبوا إلى بليتس هنا. بعد ما تذهبوا إلى البليت، تضغطوا على نيو وتحددوا العنصر الخاص بكم، أو تستعينوا بهذه الموجودة هنا وتعدلوا عليها. الآن عرفنا، الآن بلاكسيس فهم أنه هذا هو فونديشن أو رفت. الآن نضغط هنا، سنقوم بتعريف هذا العنصر أيضا، ونضغط على Create Plate لكي يفهم البرنامج أنه أيضا Plate هذا العنصر. وبعد ذلك سنضغط على Set Material ونسميه Basement Wall كما تشاهدون. الآن أعتقد أن بلاكسيس أو بلاكسيس قد فهم أن هذه الجدران، هذا أساس وهو التربة كما تشاهدون. الآن أتممنا العملية، لا نسينا فقط نقطة مهمة وهي الحمولات. سنضع هنا كما تشاهدون، سنضع هنا الحمولات، سنضغط هنا هكذا وسنضغط على Create Surface Load. ها هما الحمولات كما تشاهدون، Create Surface Load. نذهب هنا إلى Surface Load في الجهة اليسرى، نذهب إلى Sigma 1Z لأننا نحتاج إلى Surface Load بهذه الجهة هنا، يعني تأتي من الأعلى إلى الأسفل، يعني حجم العمارة الخاصة بنا أو المبنى. سنأخذ استيماسيو أو قيمة تقريبية بأنه كل طابق فيه 5 كيلو نيوتن على المتر مربع، وبالتالي مثلا البناية الخاصة بنا فيها 10 طوابق، 10 في 5 نجد 50، مثلا 50 كيلو نيوتن على المتر. لحظة فقط، لاحظوا كيف ظهرت هذه القوى، لماذا؟ لأنه وضعنا 50 وهي في الحقيقة ناقص 50، لأنه ستأتي من الأعلى إلى الأسفل هكذا. الآن أتممنا، سنذهب إلى المش وهي مرحلة الحساب. الآن هنا إذا كان المبنى تريدون أن تقوموا بعمل حساب دقيق وكان الحاسوب الخاص بكم جيد، ستختارون Verifying لكي يعمل معادلات كثيرة. وإذا أردتم أن يعمل يعني حساب سريع، ستضغط Very Course أو Course. سأحتاج إلى Course لكي أسهل عملية الحساب. نضغط View مرة أخرى، ها هو ظهر، ها هو المش، ها هو كيف طريقة الحساب الخاص به. عمل في كل نقطة هنا، عمل حساب وحسب الديفورميشن وغيرها. الآن نضغط على تشوز، سنختار النقاط التي نريد أن نحسب فيها، يعني العملية ما زالت طويلة طويلة جدا. سنختار النقاط التي يجب أن يعني نحددها لكي نستعين ب أو لكي نستخرج الديفورميشن في تلك النقاط. مثلا select points، سينفجر الحاسوب، سينفجر. ها هي مثلا، ها هي، نضغط على أبدت، نريد أن نعرف كيف تحرك الأساس فقط. الآن Water Level نغيرها. الآن Stage Construction،
هنا أحبائي سنضع المراحل الخاصة بالبناء أو البويلدينج الخاصة بنا، المبنى الخاص بنا. هذه العناصر سنتعرف عليها في الحلقة المقبلة لكي لا أطل عليكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة التي كانت طويلة، ولا أعرف كيف أصبحت طويلة. المهم لا تنسوا أن تدعموني بلايك واشتركوا في القناة إذا حبيتوا، ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم ليصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. نلتقي في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.